بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج وفي هذا الشهر المبارك. أسئلة متعددة ومختلفة نعبر معها بإذن الله تعالى ونعلم إجابتها ونستفيدها من ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. نرجو منكم أن تشاركوا أنتم أيضا عبر أرقامنا التي ستظهر على الشاشة وكذلك عبر مواقعنا، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة، لنبدأ بهذا الحديث الذي يسأل صاحبه عن صحته. يقول الحديث: الزاني يزنى به ولو بجدار بيته، أو بلفظ: من زنى زني به ولو بحيطان جاره، هل له أصل هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوى منك، أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فهذه الروايات منكرة موضوعة لا أصل لها، وقد تحدث عن نكارتها ووضعها طائفة كبيرة من العلماء والمحدثين، وحتى وهم يحكمون عليها بالوضع، فإن أغلب هذه الآثار لم ترد مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد منها موصولا فإنه أشد نكارة وأكثر وضعا، وخصوصا هذه الرواية التي وردت: من زنى زني به ولو بحيطان داره، فلا أصل لهذا، وهو يتعارض مع ما في كتاب الله عز وجل من الدعوة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وما ثبت أيضا في السنة من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما ورد في القرآن الكريم من أن من مثل قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الروايات روايات مكذوبة موضوعة غير صحيحة، والله تعالى أعلم. مقولة: كما تدين تدان، ما هو أصلها؟ كما تدين تدان أحسن حالا. فوردت في بعض الآثار موقوفة ومرفوعة، وهي لا تبلغ حد النكارة والوضع وإن كانت ضعيفة، لكن أهل العلم من حيث ما تدل عليه فإنهم تلقوه بالقبول، لأنه أيضا يتناسب مع ما في كتاب الله عز وجل من ما ورد في المكافأة بين الجزاء والعمل، فالله تبارك وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وورد في أثر يروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجزاء من جنس العمل. فهي من حيث معناها مقبول شرعا، يتناسب مع أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقبلها العقل، وإن كان الأثر نفسه ضعيفا كما تقدم، وهو يختلف عن الأثرين المسؤول عنهما في أول سؤال، لأن ذينك الأثرين موضوعان، أما هذا فهو ضعيف، وأما معناه فمقبول، وفي بعض رواياته أيضا. فبعض الروايات أيضا يعني شديدة الضعف، كالروايات التي ورد فيها أنه مما كتب في التوراة: كما تدين تدان، هذه شديدة الضعف، لكن في هذا الأثر ورد في ختام وكما تدين تدان الذنب لا يبلى، ورواية فيها يعني شيء من الحكم، وجاء في آخرها: كما تدين تدان. فالحاصل بأن معنى
ما تدل عليه هذه المقولة مقبول شرعا. نعم. وأما من حيث السند فهي ضعيفة، والله تعالى أعلم. نعم. إذن ضبطها كما تدين تدان. نعم. نعم. طيب سؤال آخر ربما له علاقة، هل الزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يبدو أن السائل يسأل عن قدر الإنسان في الزواج. كل شيء، كل المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، فربنا تبارك وتعالى قدر الأقدار وكتبها وسجلها في اللوح المحفوظ، هذا ما عليه جماهير المسلمين، وتدل عليه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ لسابق علم الله تبارك وتعالى به، ولا يعني ذلك جبر العباد على ما جرى به قلم القدر في اللوح المحفوظ، وإنما علم الله عز وجل ما يكون من العباد من اختيار واكتساب فسجل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. فهذا هو المعنى مما هو مكتوب، أي المقادير التي جرى بها القلم في اللوح المحفوظ. فكل ما يتعلق بأقادير مقادير العباد فإنه مسجل في اللوح المحفوظ، والله تعالى أعلم. ويستشهد لذلك بما في سورة الحج: ألم يعلم بأن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض. وفي الحج عسى أن تأتي، سأتذكرها إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان يسأل أحيانا أن أين فرصته في الاختيار إذا كان كل شيء مكتوب عليه أن يختار هذه الفتاة أو أن تختار هذا الزوج؟ قضية الاختيار أين تدخل في الحرية، حرية الإرادة عند الإنسان؟ سبق في الجواب بيان أن الله تبارك وتعالى علمه سابق، فعلم ما سيختاره العبد وما سيكتسبه فسجل ذلك، لأن علمه سابق، فالمعلومات منكشفة لله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا منزه عن الجهل، فيعلم اختيار العبد ويعلم اكتسابه قبل أن يصدر من العبد. فالعلم بالشيء لا يعني أن ذلك المعلوم، إنما هو مجبر عليه من قبل العالم به، فقد يعلم. لنضرب لذلك مثالا، في هذه الأحوال الجوية على سبيل المثال، فهناك علم يقوم على الرصد والتتبع، ثم ترسم خرائط ويحدد الخبراء المختصون أن أمطارا ستنزل في المكان الفلاني، فهم قد علموا سلفا أن الأمطار ستنزل في المكان الفلاني، لكن هل هم تسببوا في حصول هذه الأمطار؟ فإن علمهم بوقوع الأمطار، بنزول الأمطار، لا علاقة له بوقوعها، بالحدث نفسه، وإنما يعلمون أنها ستنزل. الفارق أن علمهم ظني، مبني على دراسة وتتبع وتجارب وقراءات وتحليلات، أما علم الله تبارك وتعالى فهو علم ذاتي لا تشذ عنه شاردة ولا واردة. فالله تبارك وتعالى هو العالم بكل شيء، فهذا للتمثيل ليرفع عن الناس اللبس فيما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى بالمقادير وبحصولها من العباد اكتسابا واختيارا، والله تعالى أعلم. إذن الله تعالى يعني سجلها في اللوح المحفوظ لعلمه بأنه تقع، بأنها ستقع. نعم. سؤال آخر: هل يجوز استبدال زكاة الفطر أو تبديل زكاة الفطر إلى نقد وتعطى لطالب العلم في الجامعة؟ هذه المسألة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: أداء زكاة الفطر نقدا. نعم. وخلاصة ما في المسألة أنه إن وجدت مصلحة شرعية راجحة
تدعو إلى إخراج النقد ففي الأمر سعة. لا نريد للناس أن يتوسعوا وأن يخرجوا النقد ابتداء، وإنما نقول إن وجدت مصلحة راجحة، مصلحة شرعية معتبرة راجحة من نحو شدة احتياج الفقراء والمساكين إلى النقد، أو كثرة ما يؤدى إلى المستحقين من طعام، الحاصل إن وجدت مصلحة راجحة فلا مانع من الأخذ بقول من يرى جواز إخراج صدقة الفطر نقدا. المسألة الثانية الواردة في السؤال حسب ما فهمت هو أن تدفع إلى طالب جامعي، إن كان من الفقراء أو المساكين فلا إشكال، أما أن يكون لمجرد كونه طالبا جامعيا فإن هذا يعني أنه مستحق، هذا غير صحيح. فيعني من يدرس في الجامعة فيهم الغني، فيهم الموسر، فيهم متوسط الحال، فيهم الفقير والمسكين، فينظر في حاله وحال أسرته، فإذا كان من يعوله أيضا في يسر وغنى فلا تؤدى إلى مثل هذا الطالب. لكن هناك من الطلاب من يحتاجون فعلا وممن يصدق عليهم وصف استحقاق صدقة الفطر، فلأنهم طلاب في الجامعة فهذا لا يمنع من أداء الصدقة والزكاة إليهم، والله تعالى أعلم. طيب، ربما هذا يدفعنا إلى مسألة جديدة، وهو هل يعتبر مساعدة الطلاب لدفع مصاريف الجامعة في الأسر الفقيرة من مصارف الزكاة؟ لأن البعض يريد أن يعني يدفع بأبنائه للدراسة في الجامعات الخاصة ويكلفه ذلك أموالا كثيرة وهو غير قادر عليها، فإما أن يدرس وإما أن يتوقف عن الدراسة، هل يمكن أن يكون هذا له نصيب من الزكاة؟ نعم، لا مانع إذا كان ينتسب إلى أسرة لا تستطيع أن تعول ولدها لتحصيل الدراسة التي يمكن أن يتحصل بها على عمل يد، على اكتساب حرفة أو مهنة أو وظيفة تغنيه عن السؤال وتخرجه من دائرة الفقر وتمكنه من أن يعول نفسه وأن يعين أسرته، فإن استحقاق مثل هذه الحالة ظاهر. فما ورد مما يتعلق بذي المرة السوي وأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فلا يؤخذ على إطلاقه، لأننا نعلم قد يكون قادرا على العمل لكن في واقعنا المعاصر لا يتأتى له أن يحصل على مهنة أو حرفة أو وظيفة، إذ إن أغلب هذه الوظائف إن لم يكن كل الوظائف بحاجة إلى مؤهلات علمية وإلى شهادات وإلى تحصيل دراسي، فمن أجل ذلك لا ينبغي أن ينظر إلى مثل هذا النهي الوارد بظاهر ألفاظه دون تبين معانيه وتحقيق مناطه في واقعنا المعاصر. فمثل هذه الحالة في الحقيقة يمكن أن يتخرج هذا الطالب ويكتسب وظيفة يعول من ما يكسبه منها أسرته ونفسه فيخرجهم من دائرة الفقر، وهذا من أعظم مقاصد الزكاة، وهو أن يخرج الناس من دائرة استحقاق الزكاة إلى أن يكونوا إما في كفاف أو أن يكونوا هم بأنفسهم مؤدين للزكاة. فإذا تحققت شروط الزكاة، شروط استحقاق الزكاة في الطالب لتمويل دراسته العلمية، ولا يعني هذا أيضا، هذا مما ينبغي أن يتنبه له، أن يتخاذل عن الدرس والمذاكرة والاجتهاد، لأنه يعلم أنه إن أخفق ولم يحصل على الدرجة التي تؤهله إلى التعليم الحكومي أن هناك من سيكفل تعليمه من الزكاة في الجامعات الخاصة، ثم بعد ذلك أيضا يهمل في دراسته لأن هناك من يموله. لا بد لهذه الأمور من ضوابط لمنع الاتكالية ولبلوغ غاية ما يمكن أن يحقق مقاصد الزكاة
وأن تجعل الزكاة في محلها الشرعي، والله تعالى أعلم. جميل، نستقبل المكالمات. أخ يحيى تفضل. أخ يحيى الحسني أو محمد الحسني عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الحمد لله، شكرا الله. معي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، كيف نوفق بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وبين الحديث الثاني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ نعم، لأن الحديث الأول أمر خاصة رسولا أن يصلي الوتر قبل أن ينام، والحديث الثاني يفهم منه أن تكون آخر صلاة بالليل وترا، يعني قبل أن ينام. طيب. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للأوقات المحرم فيها الصلاة، كما هو معروف عند ظهور قرن من الشمس وعند استواء الشمس في كبد السماء وعند غروب قرن من الشمس، هذه عند استواء الشمس في كبد السماء كم تقريبا لو أردنا دقائق أو يعني معرفة وقتها قبل صلاة الظهر، كم تبعد عن صلاة الظهر؟ وأيضا بالنسبة لي عند غروب قرن من الشمس كم تقريبا قبل صلاة المغرب؟ نعم، كدقائق، لأن طيب. كقاعدة فقهية معروفة، لكن كدقائق يكون من السهل ضبطها. طيب. أيضا لو أن هذه الأوقات المحرمة تدرج في التقويم العماني يكون من السهل علينا معرفة هذه الأوقات إن شاء الله. إن شاء الله الأخ محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. أخي يحيى الهناي. أخي يحيى، يحيى معنا؟ طيب يحيى ليس معنا. نأخذ سؤال بدر الرواحي، سنعود إلى سؤال الأخ محمد. يقول قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيف يمكن أن نصف الشيطان بأنه ضعيف وقد استطاع أن يضل الكثير من البشر؟ نعم، وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف في كتاب الله عز وجل، لأن كيده أي تدبيره الخفي إنما ينحصر في الوسوسة والدعوة إلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وهو بنفسه يعترف وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وربنا تبارك وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فهذا يدل على أن كيد الشيطان إنما يؤثر في من يتبع وساوس الشيطان ويستجيب لدعوته المضلة ويسلم نفسه إليه بابتعاده عن الله تبارك وتعالى وعن الاستمساك بحبله المتين وعن اللجوء والاستعاذة به جل وعلا من وساوس الشيطان وكيده. فلهذا وصف كيد الشيطان في كتاب الله عز وجل بأنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن كيده في الحقيقة لا يجاوز الوسوسة والدعوة إلى الاتباع، لكن المسلم التقي قادر على أن يعصم نفسه من وساوس الشيطان بصدق إيمانه بالله تبارك وتعالى ولجوئه إليه واستمساكه بدينه القويم وبالصراط المستقيم وبالاستعاذة من وساوس الشيطان وبالحذر من غوائله، فحينئذ سيسهل عليه أن يجتنب وساوس الشيطان وأن يرفض دعوته وأن يسير على الصراط المستقيم وأن يتمسك بما أمره به ربه تبارك وتعالى. ولذلك فإن أمثال هؤلاء إن زلت بهم القدم فإنهم أيضا يكيدون الشيطان ويغيظونه بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فحتى مع هؤلاء حينما تزل بهم القدم
ويستجيبون لداعي الشيطان في هفوة أو زلة، فإنهم سرعان ما يعودون بالتوبة والإنابة والاستغفار لله تبارك وتعالى، فيتأكد معنى كون كيد الشيطان ضعيفا، والله تعالى أعلم. نأخذ سؤال أخ محمد. هناك توجيه خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأن يعني يوتر قبل أن ينام. نعم. وهناك تشريع عام، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. هل هناك تعارض أم توافق بين الروايتين؟ أما عند الفقهاء فلا تعارض. نعم. وإن كان في هذا الأثر جعلوا آخر صلاتكم وترا كلام عند المحدثين، لكن من حيث كلام الفقهاء فإنهم ما رأوا تعارضا، إذ المقصود أن يختم المسلم صلوات الليل بالإيتار. نعم. فإن كان سينام ولا يقوم إلا عند الفجر فحينئذ يصلي الوتر قبل أن ينام. نعم. وإن كان سيأخذ حظا من الليل فليجعل ليحرص على أن يجعل آخر صلاته الوتر. نعم. والوتر معلوم أن الوتر أيضا لا يكرر، فلا يصلي الوتر إلا مرة واحدة. وإن فصل بنوم فرأوا أن هذا الفاصل مجز في أن يحيي من الليل ما شاء، ولا حاجة له حينئذ إلى أن يوتر مرة أخرى، فالأفضل والأولى أن يؤخر الوتر. إن علم من نفسه أنه لا ينام فليؤخر الوتر. نعم. وإن كان يخشى أن ينام فليوتر، فإن تيسر له أن يقوم فلا حرج عليه في أن يصلي ما شاء، والله تعالى أعلم. نعم. نأخذ مكالمة أسامة العزري. أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أخبارك طيبين؟ الله يحفظك. الحمد لله، نشكر الله. يا حفظك. تفضل أخ أسامة. سماحة الشيخ، كان أخي توفي قبل شهر واحد، زين، كان عنده وسيلة نقل طلع عنها من الوكالة، طبعا هو أخوه وهو وزميله شراكة، هذه وسيلة النقل، زين، وهذه كانت في التمويل، ضمن التمويل، زين، فمن بعد وفاة المرحوم فقط التمويل، يعني كان مبلغ تقريبا 8000 ريال في التمويل يفعله مقص شهري، فلما رحنا احنا راجعنا التمويل قالوا خلاص يطيح المبلغ كامل، لأنه هذا المبلغ مؤمن. نبدوهم قايم مبين تمويل عندنا لكن مأمن المبلغ، زين، فقال انه خلاص يطيح المبلغ. فالحين زميله قال خلاص انا ما اريد، يعني كيف وسيلة النقل هذه، ابى حقي، فكيف نعرف ان حق هذا؟ طبعا الدفعات كان هم يدفعوا حال وكالة، دافعين حال وكالة مبلغ بالقسط، يعني باثنينهم نص بالنص، احنا عارفين المبلغ، ودافع حال التمويل عارفين المبلغ، واللي سقط عارفين المبلغ كامل، فهو وسيله الحق من هذه وسيلة النقل. طيب حرام. أسامة، أسامة من فضلك، السيارة في الوكالة مسجلة باسم أخيك؟ نعم. هو الذي اشتراها؟ أيوة. طيب، والشراكة بين أخيك وبين الشخص الآخر إنما هو في دفع القسط فقط؟ كامل، كل شراكة معهم في دفع القسط والسيارة وشغلها. جيد، لكن يعني اشتركوا في الدفع المقدمة أيضا؟ نعم. طيب، على كل حال نحن يعني سأطرح الموضوع على الشيخ، بما إذا كانت هذه قضية يعني قضائية يتعلق بها القضاء أم يمكن أن تكون فيها فتوى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أسامة، بارك الله فيك. فضلك الشيخ، هل هناك مدد محددة لغروب الشمس، الأوقات المحرمة واستواء الشمس وطلوع الشمس؟ هل هناك أوقات محددة؟ يعني تقريبا ما يتعلق ب طلوع الشمس دقائق يعني وغروبها، حتى يعني يحصل الاطمئنان إلى اكتمال طلوعها وارتفاعها في وقت الطلوع، وإلى غياب قرنها ونزوله عن الأفق الغربي وقت الغروب، في كل وقت في حدود 15 دقيقة، 15 دقيقة. أما انتصاف الشمس في كبد السماء فهذا لا يحصل في كل المواسم، يحصل في الغالب عندنا في الصيف، وهي علامة ظاهرة، لأن عندما تنتصف الشمس في كبد السماء
لا يكون للشيء ظل. فإذا بدأ زوال الظل إلى جهة الشرق، لأن الشمس حينئذ ستميل بعد الزوال ستميل إلى جهة الغرب، فحينئذ انتهى وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، وهذا هو الوقت الشرعي لأذان الظهر. فهذا يعني أن وقت انتصاف الشمس في كبد السماء هو الوقت السابق على الوقت الشرعي المقرر في التقاويم عندنا لأذان الظهر. فأما كم يستغرق الزوال فلا شك أنه لا يستغرق المدة التي يستغرقها اكتمال طلوع الشمس أو اكتمال غروبها، لأن هذه حركة يسيرة، تتحرك الشمس وهي في حركة مستمرة تجري، فيكون الانتقال يسيرا. فهذه علامة ظاهرة يمكن رؤيتها، يمكن قياسها وضبطها، والحاصل أن الزوال عندنا، أن الأذان الظهر عندنا يكون بعد الزوال مباشرة. مباشرة، نعم. فدل ذلك على أن وقت المنتصف أو انتصاف الشمس في كبد السماء هو ما كان قبل طلوع الشمس، بقي ما كان قبل انتصافها. نعم. بقي التنبيه، قبل زوالها. نعم. بقي التنبيه إلى أن وقت العصر، يعني عند غروب الشمس، ألحق اصفرار الشمس بغروبها. نعم. فإذا كان التنفل يكره بعد العصر فهو أشد كراهة عندما تصفر الشمس. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن تلك الصلاة صلاة المنافقين، يقعد أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، فيعني ينقر أربعا لا يذكر فيها الله تعالى أو اسم الله تعالى إلا قليلا. فوقت اصفرار الشمس فيه كراهة شديدة. أما إذا اكتمل غروبها فجاز أداء الصلاة، والله تعالى أعلم. جميل. طيب، نأخذ أسئلة أخرى أو نخرج بفاصل قصير ثم نعود إلى الإخوة وإليكم جميعا مرة أخرى بإذن الله. مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سليمان الحسني يقول: ما الأفضل، صلاة سنة الفجر في البيت ثم التحية في المسجد، أم صلاة السنة في المسجد؟ عندنا صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يصلي سنة الفجر بعد دخول الوقت، أي بعد رفع الأذان في الوقت الشرعي، فإن فعل ذلك فإن دخوله للمسجد ينبغي أن يكون عند الإقامة للصلاة، حتى لا يتعمد أن يفصل بين السنة والفريضة بفاصل. مع ذلك إن حصل فلا مانع من أن يصلي ركعتين، لكن الأولى في حقه في هذه الحالة، وهي الصورة الثانية، طالما أنه سيصل إلى المسجد مبكرا قبل إقامة الصلاة، أن يؤخر السنة ويصليها بعد ذلك في المسجد. فهذه هي الصورة الثانية، أن يكون عنده متسع من الوقت ويذهب إلى المسجد فيصل مبكرا، ففي هذه الحالة الأولى له أن يصلي السنة في المسجد، وكما تقدم فإنها تغنيه عن تحية المسجد، والله تعالى أعلم. محمد الكندي يقول: لماذا تقدم ذكر الشر على الخير في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ وهل يبتلى المؤمن بالشر؟ أما هل يبتلى المؤمن بالشر فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال. فإن الخلق يبتلون بالأذى وبالضر وبالنقص في الأنفس والأموال والثمرات، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود بالابتلاء بالشر. أما لماذا قدم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فلأنه أنسب للمقام. فالمقام يتحدث عن نوع من البلاء وهو الموت، كل نفس ذائقة الموت. فناسب أن يقدم ما يعده الناس أنه من الشر، وهو أنسب أيضا لمعنى الابتلاء، فإن الابتلاء اختبار، والاختبار في بالشدائد أظهر للمبتلى وهو أشد وأثقل عليه، فناسب أن يقدم
على الخير، على الابتلاء بالخير، لأن الابتلاء بالخير أخفى وقد يكون أيسر، فالابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر، والابتلاء بالخير يحتاج إلى شكر، والصبر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى أن يتحلى به المبتلى وأن يحمل نفسه عليه وأن يتأسى فيه بما يزيل عنه الحزن ويخفف عنه من الشدائد والكروب. ولذلك ناسب في هذا المقام لكل هذه الاعتبارات أن يبدأ بالشر ثم يعطف عليه الخير، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأسامة، يعني هذه المسائل التي فيها طرفان، يسأل فيها طرف واحد فقط، لا تعطينا الفرصة الكافية أو لا تمنحنا تصورا كاملا للقضية، فأنا أقترح عليك أن تذهب أنت ممثلا عن الورثة مع الشريك إلى مكتب الإفتاء وتعرضون عليهم القضية حتى يستجمعوا كل المعلومات المتعلقة بها، إن لم يكن هناك مسائل قضائية قد تعلقت بالموضوع فعلا وبدأتم فيها. بما أننا مع التفسير، نبدأ أيضا بآية أخرى يقول فيها سلطان التوبي، قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو تفسير الآية؟ نعم، في قول الله تبارك وتعالى في الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أقوال للمفسرين، لكن هذه الأقوال مما تتسع له الآية الكريمة، فهي ليست بأقوال متعارضة. فمنهم من ذهب إلى أن المقصود بأن من كان أعمى في الحياة الدنيا معرضا عن دين الله تبارك وتعالى وعن الحجج والبراهين التي نصبت له وعن التفكر في النعم التي أولي إياها، فإنه في الآخرة يكون أعمى عن طريق الخلاص والنجاة، ويكون أعمى عن الحجج التي يدفع بها عن نفسه. هذا قول. والقول الآخر هو أن في بمعنى عن، وهذا ذكره من أوائل المفسرين صاحب التصاريف يحيى ابن سلام، وهذا توفي في عام 200 للهجرة، وذهب إليه أيضا يحيى ابن هارون، وله أيضا تفسير في المتشابه، وتوفي في 170 هجرية، هذه من التفاسير المبكرة. فهم يرون أن في هنا بمعنى عن، فيكون المعنى: ومن كان عن هذه أعمى فهو عن الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمقصود بكلامهم هذا أن الآيات قبل هذه الآية تحدثت عن نعم بسطها الله تبارك وتعالى على العباد، فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن هذه الآيات والنذر فإنه عن ما يدعوه إلى الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونسب هذا القول إلى ابن عباس، وهو كما هو واضح أيضا معنى مقبول. ومن المفسرين من قال بأن المعنى أنه في الآخرة يكون أعمى البصر، واستشهدوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فرأوا هؤلاء بأن المعنى أنه في الآخرة سيجازى بجنس ما اقترفه في الدنيا، ولأنه عطل بصيرته في هذه الحياة الدنيا عن الاستشهاد على حقوق الله تبارك وتعالى وشكر النعم والاستجابة للحق، فإن عقابه في الآخرة سيكون من جنس ما اقترفه في الدنيا، ولذلك فإنه يكون أعمى بالمعنى الحقيقي للعمى، وهو فقدان البصر. ويعني استشهدوا له بآيات منها الآية المتقدمة.
منهم من قال بأن العمى هذا سيصيبهم لشدة الكرب والغم الذي يلاقونه، فالله تبارك وتعالى يورثهم ذلك بتسبب من أنفسهم لشدة ما يعانونه من الكرب والغم والعسر الذي يكونون فيه، فيفقدون البصر. والقول الرابع هو أن من كان في هذه الحياة الدنيا أعمى البصيرة فإنه في الآخرة يكون بعيدا عن، وهذا تقدم في القول الأول لكن الفارق يعني سأحكي القول أولا ثم أبين الفارق، فإنه يكون في الآخرة في عماية وضلالة في حيرة يتخبط لا يهتدي سبيلا لشدة الأهوال التي يعاينها ويراها، فإنه يكون في حيرة وضلال يتخبط كمن كالأعمى يهوي في الحفر ويصطدم بالحيطان والجدران و فهذه الصورة هي المقصودة لما يصيبه من أهوال في الآخرة. فهذه المعاني في الحقيقة كلها مقبولة وتحتملها الآية الكريمة، وتتسع هذه الآية لتحتمل كل هذه المعاني لأن فيها وعيدا شديدا ظاهرا، والله تعالى أعلم. ذكرتم الفارق بين القول الأول والآخر، هذا تبين هناك أنه يكون أعمى عن الحجج والبراهين وعن طرق الخلاص والنجاة، أما هذا فإنه يكون من شدة الحيرة والضلال يكون حاله كالأعمى، فيتخبط ويحتار ويتردد، وهذه الحالة وصفت بأنها عماية، والله تعالى أعلم. نسأل الله السلامة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام للسلطنة، نشكركم أيضا على أسئلتكم والتي سنستكمل مجموعاتها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة تباعا، ونلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.